الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة الخطير. موضوع حلقة اليوم: دخول يوسف السجن. قال الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يذكر الله تعالى عن العزيز وامرأته وغيرهما أنهم بدا لهم وظهر لهم من الرأي سجن يوسف إلى وقت مع علمهم ببراءته، ليكون ذلك تخفيفا لكلام الناس في تلك القضية. ولذلك سجنوا يوسف الصديق ظلما وعدوانا من غير جريمة اقترفها وارتكبها، ودخل السجن مع يوسف عليه السلام فتيان، أحدهما رئيس سقاة الملك والثاني رئيس الخبازين عنده، وكان الملك قد اتهمهما في دس السم لاغتياله والتخلص منه، فسجنهما ورأى كل من ساق الملك وخبازه في ليلة واحدة رؤيا شغلت فكرهم. أما الساقي فقد رأى كأن ثلاثة قضبان من الكرم والعنب قد أورقت وأينعت فيها عناقيد العنب، فأخذها واعتصرها في كأس الملك وسقاه منها. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضوار الطيور تأكل من السلة العليا، فقص كل من الساقي والخباز رؤييهما على يوسف عليه السلام، وطلبا منه أن يفسر لكل واحد منهما رؤياه ويعبرها لهما، بعدما أعلمهما يوسف عليه السلام وأعلم أهل السجن بأنه يعبر الأحلام ويفسرها. وبعدما رأيا من يوسف الصديق في السجن من حسن السيرة وعظيم الأخلاق وكثرة عبادته لربه ما أعجبهما أشد الإعجاب. فلما استمع يوسف عليه السلام إلى الرجلين وسمع ما رأيا في منامهما من رؤيا، قال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي مهما رأيتما من حلم ومنام فإني أعبره وأفسره لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول. ثم قال لهما: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أخذ نبي الله يوسف الصديق وهو في السجن يدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فدعا الرجلين اللذين طلبا منه أن يفسر لهما رؤييهما إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وأخذ يصغر لهما أمر الأصنام ويحقرها لأنها لا تضر ولا تنفع، وبين لهما أن ما هما عليه وآباؤهما من عبادة أحجار هي عبادة باطلة، لأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة، لأنه هو المتصرف في خلقه وهو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لقد أراد يوسف عليه السلام بحكمته أن يتحدث معهما في الأهم والأولى، وكانت دعوته لهما إلى عبادة الله وحده وإلى دين الإسلام في هذه الحال في غاية الكمال، لأن نفوسهما كانت معظمة ليوسف عليه السلام، سهلة الانقياد على تلقي ما يقول بالقبول. فناسب من نبي الله يوسف عليه السلام أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام وما قاله لصاحبيه في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب،
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي اتبعت دين الإسلام دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي إن الله عصمنا من الكفر والشرك، فلم نشرك بالله ولم نعبد إلا الله وحده. وقال لهما ذلك من فضل الله علينا، أي إن اتباعنا الإيمان بتوفيق الله وعلى الناس يعني المؤمنين بأنه دلهم على دينه وهداهم للإيمان والإسلام. ثم قال لهما أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فبين لهما أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد القهار الذي يستحق الألوهية بخلاف الأصنام صغيرها وكبيرها. ثم قال لهما ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد أن تحدث يوسف عليه السلام مع صاحبيه في السجن عن الأهم والأولى، وهو دعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، أخبرهما بعد ذلك بتأويل رؤياهما، فقال للأول وهو الساقي أما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يبعث إليك الملك بعد انقضائها فيردك إلى عملك ساقيا، ثم قال للخباز ثلاثة أيام ثم يبعث إليك الملك عند انقضائهن فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رأسك. ويقال إن الرجلين لما سمعا تأويل رؤييهما وتعبيرهما من يوسف عليه السلام قالا ما رأينا شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبعد أن عبر وفسر نبي الله يوسف عليه السلام رؤييهما، طلب من الذي ظنه ناجيا من هذين الرجلين وهو الساقي اذكرني عند ربك، يعني اذكر أمري وما أنا فيه عند سيدك وهو الملك وأخبره أني محبوس ظلما. قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام، فلبث يوسف عليه السلام في السجن 7 سنوات، وكل هذا بمشيئة الله وإرادته، والله تعالى أعلم وأحكم. في الحلقة المقبلة من سلسلة قصص الأنبياء إن شاء الله تعالى لنا موعد مع قصة رؤيا الملك وخروج يوسف عليه السلام من السجن، فتابعونا وإلى اللقاء.